في إطار الأطباق المغربية في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا الطريقة اللي حضرت بها الطاجين اللي كيجي صحي في خضار متنوعة وحتى في المذاق كيجي لذيذ مع أسرار النجاح ديالو بالنسبة للمبتدئات. نخليكم مع طريقة التحضير ديالو. غادي نديرو بالدجاج اللي درت معاه البصلة كيف ما كتشوفوا. في التوابل درت الخرقوم عرق، سكينجبير كيف ما كتشوفوا، شوية ديال البزار، ضمة ديال الزعفران اللي كتبقى اختيارية، عندي هنايا الملحة على حسب لا كونتيتي ديال اللي كنبغيو، عندي جوج ديال الدروس ديال الثومة محكوكين، هنا زدت زيت الرومي وزيت البلدي على فوا، كنزيدو لا كونتيتي شوية ديال الزيت حيت الدجاج كيف ما كتعرفوا ما كيطلقش الزيت بحال اللحم، بالنسبه للحن نقصوا شويه لا كونتيتي. هنا من بعد ما كيبدا يتقلى درت معلقه صغيره ديال السمن، كتبقى اختياريه المذاق ديالها كيجي لذيذ. وهنا غادي نزيد جوج كيسان كبار ديال الماء ونخليه باش يطيب، غادي نسدو عليه ومن بعد ما نحلو غادي نقلبو بالموس كيف ما كتشوفوا. غنخشيو وسط اللحم، الا خرج الماء كيعني انه دخلوا الطياب، والا خرج الدم خاصنا نزيدو شويه الماء ونخليوه يطيب مازال. عندي هنايا دي مورسو ديال اللفت البيض اللي درتهم من التحت، غادي قطعت البطاطا ودرتها من الفوق. هنا غادي نزيد الفلفله كيف ما كتشوفوا حمراء والخضراء، غادي ندير مطيشه مشلضه من الفوق، هنا غندير شويه طوماط سوريس كتجي لذيذه وكتعطي واحد اللذه، غادي ندير ربيع من الفوق كيف ما كتشوفوا، وفي الاخير السر ديالي باش غادي طيب الخضره ديالتي مزيان غادي ندير اوراق ديال الملفوف من الفوق ديالو كيف ما كتشوفوا. نحاول انني نغطي الخضر ديالي كاملين وغادي نرش عليه شويه ديال الربيع من الفوق ونسد عليه لمده نص ساعه كيف ما كتشوفوا. ها هو الطاجين ديالي من بعد موجود. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الطريقه اللي وجدت بها الطاجين، وكيف ما قلت لكم كيجي لذيذ في المذاق. نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الراي ديالكم فيه، وإلا عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معي في القناة ديالي دودي كوك باش يوصلكم كل جديد في العالم ديالي.